السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض ازاي نعمل فاميلي باب من الاول خالص من سكراتش. طبعا مفيش باب هيتعمل من سكراتش، انت بتدور على اقرب باب وتبدأ تعدل فيه. بس لو انت عايز تبدأ حاجة من الزيرو خالص، هتقول له نيو وتدور على متريك دور واقول له اوبن. طب ايه فايدة ان اخترت تمبليت دور؟ اول حاجة ان هو حط لي الباب اهوت، و الباب هوستد على الوول، فالوول هو موجود. وعلى سبيل المثال لو غيرت الوول السايز بتاعه هتلاقي كل حاجة اتغيرت معايا. طيب هو مشكور ان حط لي الحاجات ديت كفريم يعني. طيب انا هقول له اشيلهم، انا عايز انا احطهم انا. طيب دلوقتي بقى هقول له ان انا عايز ادخل بقى ايه في الالفيشن اشوف شكل الباب. هو مظبط الباب ومظبط شكله ومظبط كل حاجة، الله ينور. تمام، بس انا بحب احط البصمة بتاعتي، فهقول له كرييت واقول له ريفرنس بلان. هو عامل الباب ستاندرد وسليم كل حاجة، بس بنحاول بقى ان احنا نعمل حاجة افضل شوية. تمام، ده الاوفست بحيث اللي بقى فيه زي الحلق بتاع الباب. هقول له ان انا عايز دايمنشن مثلا من هنا لهنا، ودايمنشن من هنا لهنا. تمام، ودايمنشن من هنا لهنا. هعمل سيلكت على الدايمنشن دول كلهم وهضيف له ليبل معين. لو هو مش موجود هقول له اوفست، وهنخليها بالطيب. اوكي، طبعا كلهم هيبقوا ليهم نفس القيمة، فانت ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز الاوفست ده يكون مثلا 30 25 حسب ما انت عايز بالشكل دوت. طبعا عندي الهاي والويتس وعندي الروف ويتس والروف هاي. تمام، مفروض ان ده بيساوي الويتس بيساوي الروف ويتس، وبنشيل منه او بنزود عليه 30. طيب اوكي، طيب انا عايز الباب بتاعي. هو انا عامل ده الباب، تمام، انا عايز الباب بتاعي يبقى هو اللي بره والجوه هو الروف. فاقول له اد سكتش واروح ناقل الخط دوت من هنا لهنا، اقول له ريموف كونسترين واقول له اعمل كونسترين مع دوت. ونفس الفكره برضو هنا، او ممكن نغير الاسم بس كفايه بالشكل دوت، واقول له اوكي. دلوقتي هنرسم الحلق بتاع الباب. هندخل بقى في ال 3D او ممكن من خلال السكشن او كده، واقول له كرييت واقول له ان انا عايز اعمل سويب، واقول له ان انا عايز اعمل بيك باس اهو، وابدا اعمل سيلكت بالشكل دوت كده. اي حلقه هرسمه او اي شكل 2D هرسمه هيبدا يتبع المسار دوت. هقول له ايديت بروفايل، تقدر ترسم اي شكل انت عايزه. طيب هي في اشكال كتيره، ممكن احنا مثلا نبدا نرسم مثلا من هنا لهنا. ممكن ترسم مثلا الحل كده، ممكن تستخدم بقى الدايمنشن ان انت مثلا عملت سيلكت على دوت وتقفل الدايمنشن دوت بحيث ان الرقم ده ما يتعدلش. ممكن نقفله القفل اهوت والاين الخط دوت مع الخط ده بحيث برضو نقفله بالشكل دوت. وممكن ده برضو وهكذا تبدأ تربط الخطوط ببعض. ممكن تعمل مثلا دايمنشن بين ده وده وده اهو وتقفله، وممكن تغير السكيل بتاع الحاجة ديت.
وهتقول له اوكي، هيبدأ ياخد الفريم دوت ويرسمه بالشكل دوت. الفريم ده تقدر ان انت تقول له بروبرتيز، انا عايز احط له مثلا ماتيريال معينة، وليكن مثلا وود. دلوقتي هروح للفلور بلان وهقول له ان انا عايز اعمل دايمنشن. المفروض ان الدايمنشن دوت هيكون هو الروف ويت، تمام، بس هو هنا مسجل بقيمة ممكن تكون مختلفة شوية. فانا هعمل ايه؟ هقول له ان الروف ويت ده هيساوي الويت، روف ويت هتساوي الويت زائد 2 في الاوفسيت. يبقى كده هياخد الويتس، وبعد كده هياخد واحد من ناحية واحد من ناحية دي بالشكل دوت. اقول له ابلاي. طيب والهاي، الروف هاي هتساوي الهاي زائد اوفسيت، تمام. اقول له ابلاي، واحنا عاملين لوك بالشكل دوت. طيب ده بقى سهل جدا ان احنا نقول له ان ده هيبقى الروف ويتس. بيقول ان في روف ويتس موجودة قبل كده. طيب نروح للإليفيشن، واقول له دايمنشن من هنا لهنا. ده هيبقى الروف هاي. طيب كده لو احنا عدلنا، تعالى ان احنا نغير في القيم، واقول له ان الهاي ده هيبقى مثلا 1500 والويتس هيبقى 1200 مثلا. هتلاقي الشكل كله اتغير، وهتلاقي الفريم برضو اتغير بشكل دوت. وتقدر تعمل اكتر من تايب، تقول له تايب 1 تايب 2 تايب 3، كل واحد فيهم القيم بتاعتها. طيب هقول له اوكي، هعمل تراجع بحيث يرجع الباب زي ما كان. طيب دلوقتي هروح ارسم بقى ريفرنس لاين عشان ارسم عليه الجزء بتاع الباب دوت. هقول له ان انا عايز ارسم ريفرنس لاين، وهقول له ان الريفرنس لاين ده المفروض هيكون قد طول الباب، تمام. ممكن مثلا نعمله بالشكل دوت. تمام. طيب ممكن نيجي هنا على الدايمنشن ونقول له ان الطول ده مثلا هنخليه قد ايه، هنخليه مثلا قد الويتس مثلا، ماشي. طيب وعايزين نحدد ان هو يبدأ يمشي مع الخط دوت، الريفرنس دوت، فدوس تاب عشان ياخد نقطة. وهنا برضو بالشكل دوت. طيب هروح بقى لل 3D، هغير السكيل عشان اقدر اشوف الريفرنس لاين بتاعي، واقول له ان انا عايز اعمل هنا كرييت اكستروشن، تمام. هقول له انت ترسم فين، هيقول لي ارسم على دي. هقول له لا، انا عايز انا اختار بيك ابلان، واجي هنا دوس تاب عشان ارسم على المخطط بتاعي، واقول له ان انا عايز ارسم من النقطة ديت. خلينا نشوف الهاي كان كام. كان 2000 مظبوط. ممكن ارسم دايمنشن عشان يساعدني من هنا لهنا، ودايمنشن من هنا لهنا.
الديمنشن ده ممكن اقول له ان ده هيبقى الهاي وده هياخد نفس رقم الويتس. وبعد كده نقول له بقى احنا عايزين الثيكنس بتاعنا، ممكن نخليه مثلا 200 مثلا اهو زي ما احنا عايزين، 200 خليها 50 مثلا. تمام، دلوقتي عايزين نحط مقبض للباب، فهبدأ اقول له ان انا عايز ادخل الفاميلي انسرت واقول له لود فاميلي، واروح للفاميلي بتاعتي واقول له ان عايز دور، هلاقي هاردوير ممكن تختار بقى اي شكل من الاشكال ديت، وليكن مثلا دوت ده ده زي ما انت عايز. وبعد كده الفاميلي ديت ممكن اسحبها، نخش نشوف البلان بالشكل دوت، وهبدأ اقول له align هنا اللي هنا، وتبدأ بقى تشوفه ممكن تحط فين بالشكل دوت، تظبط الارتفاع بتاعه مثلا على 900. اروح اشوف في 3D هلاقي بالشكل دوت. تقدر بقى تحط بعض الدايمنشن زي ما شفنا، بحيث ان انت تقدر تتحكم في الارتفاع بتاعه وتتحكم فيه مثلا هيبقى قد ايه من الباب وهكذا.